اهلا بيكم مع فاست ماس. تعالوا نشوف البروبلم دي بتتحل ازاي. if 4x7 are sides length of a triangle then x may be. عشان احسب السايد التالت بتاع التريانجل مفروض هيبقى عندي الاكس هنا مفروض تكون 4 و7 هماينصهم من بعض وال4 وال7 هعمل لهم بلس، يبقى انا عندي هنا 3 وعندي هنا 11، يبقى السايد التالت المفروض يكون بين ال 3 وال 11، فانا هقول ال 5 وانا كده خلصت.